السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نبدا باش في الشرح ديال لا جيستيون دي ريسورس هومان، بغيت نقول لكم بلي هاد المادة اللي هي واحد المادة ما كتحفظش ولكن كتفهم. يعني شنو بغيت نقول لكم؟ يعني واحد الشخص اللي تيحاول يركز وتيحاول زعما يدير مجهود واخا يخسر عليها غير ساعة ولا ساعتين يدوز امتحان يفاليدي، وهذاك اللي يبقى يحفظ راه ما شحال تدو ما يحفظ. واش فهمتوني؟ alors on va commencer avec la GRH. شنو هي بعدا هاد لا GRH؟ لا جيستيون دي ريسورس هومان. لا جيستيون دي ريسورس هي لا جيستيون ديال الموارد البشريه، يعني دوك الموارد البشريه اللي عندنا في الشركه. لا GRH شنو هما لي زوبجيكتيف ديالها؟ لي زوبجيكتيف ديالها هي اوبتيميزي ديفلوبي موبيليزي لي ريسورس بيرسونيل، يعني نحسنوا ياك ونطوروا ونخليهم عندنا هذوك لي ريسورس اللي عندنا، دوك الناس اللي خدامين معانا. هادشي كامل او بروفي دو لا برودكتيفيتي. يعني الا درنا هادشي يعني من بعد غادي تكون عندنا اون برودكتيفيتي، وزعما يعني غير هادشي كامل كنديروه غير باش يكون عندنا اون برودكتيفيتي. ما عرفتش كنخربق. المهم نكملوا. بالنسبه للمغرب في الجيراشو ماروك، يعني ما عرفتش نشرح لكم الحاله اللي حنا عندنا واحد لو سيستيم ديال تايلوريزم. كنعتبروا لوم بحال اون ماشين، يعني اون بارل بلوتو سور اون جيستيون في المغرب بلوتو على الجيراش. هادشي غير في المغرب، ما كندويش على عامه. كما قلت لكم جيراش لي زوبجيكتيف ديالها هي اوبتيميزي ديفلوبي موبيليزي لي ريسورس بيرسونيل او بروفي دو لا برودكتيفيتي. المهم هاد جيراش اللي ناي دو لا بروبليماتيك دو لانتيغراسيون دو فاكتور هومان دون لورغانيزاسيون. يعني كانوا كيما قلت لكم كيعتبروا لوم كوم اون ماشين، ما كيتسوقوش ليه، ما عندوش قلب، ما عندوش عقل. انت اون ماشين، انت روبو. فهمتوني؟ ملي جات الجيراش حاولت تحيد التخربيق كامل وهادشي كامل او بروفي دو لا برودكتيفيتي. ما علينا، قبل من الجيراش كانوا دي بروبليم، بزاف لي بروبليم، منهم ان لو بيرسونيل الناس اللي كانوا خدامين كانوا بو كاليفي، يعني ما عندهمش مؤهلات كثيره. كانت اون فيبل برودكتيفيتي، ما كانتش زعما شي برودكتيفيتي، وكانت كانوا دو نومبرو داسبياج، يعني كانوا كيخسروا فلوس في التخربيق. والوم الى تي كونسيديري كوم اون ماشين او كوم اون سامبل فورس دو برودكسيون. بالنسبه للجي ار اش لا جيستيون دي ريسورس هومان تقسم لاربعه الحوايج. ما عرفتش تقسم اربعه الحوايج ولا، المهم انا قسمتها بحال هكا ولا في الكور مكتوبه بحال هكا. بان الجي ار اش كتاتيري، كدير طرق باش تاتيري دوك البيرسونيل اللي مازال ما خدامينش عندك، كتاتيرهم باش يجيو يخدموا عندها. طرق بوغ روتونيغ يعني تخليهم عندها، طرق بوغ ديفلوبي يعني تطورهم، طرق بوغ موتيفي اون فوا غايت موتيفا وغايبقاو معانا يعني غايديرو بلوس دو برودكتيفيتي اكسيتيرا. ما علينا، بوغ اتيغي هادوك الناس اللي تيكونوا زعما خدامين وشي بلاصه اخرى ولا يلاه شتو فريشمون ديبلومي ولا شي حاجه بحال هكا، كومون لي اتيغي؟ افيك لا مارك امبلويور اي لو ماركتينغ دي ار اش. نبداو بلا مارك امبلويور. شنو هي هاد لا مارك امبلويور؟ لا مارك امبلويور شنو هي؟ بحال هاد واحد لو تيرم اوتيليزي باش نوصفو لا ريبوتاسيون، يعني السمعه ديال اون اورغانيزاسيون اون طون كومبلويور. بحال هاد الماركه ديال ديك الشركه، يعني بحال هاد انت غتقول هاد الشركه سوني او عندها اون بون ريبوتاسيون و ال ما اتيغي هادي طنطن. ما علينا، نكمل لكم. يعني قلت لكم بلي هاد لا مارك امبلويور ال فا فاسيليتي داك لو ريكروتمون، بيسكو انت كتلعب على لا ريبوتاسيون ديال الشركه ديالك و لا فيديليزاسيون اي لامبليكاسيون دي كولابوراتور. يعني هاد لا مارك امبلويور الا لا كاباسيتي داتيغي، يعني غتجذب اي ريكروتي
لي كونديدا طالونتيو غنسوليني على الطالونتيو يعني حنا في لا جيستيون دي ريسورس هومان اهم اشخاص عندنا هما لي جون كي سون طالونتيو طالونتيو عندهم لا كرياتيفيتي يعني هادوك الناس ماشي بحال كاع الناس كتلقى دوك الناس يلسان حال قلتي موهوبين بالعربية ما علينا قلتكم هاد لا مارك امبلويور كيما قلتكم يعني كنديروها بوغ لا ريبوتاسيون باش ناتيريو دوك الناس سورتو باش نديماركاو و بوغ ميو ريكروتي و نبانو ديفيرون دي كونكورون لي كونكورون ديالنا و ناتيريو هادوك لي جون لي كانديدا ولا لي كولابوراتور كيما كنقولوها ب ان تيرم ار اش يعني فلاص ما تقول سالاري تقول كولابوراتور بيسكو زعما الى كل ما في الامتحان درتي دوك لي مو كلي ديال جي ار اش كل ما مزيان يعني كتعرف بلي فاهم هذوك لي كولابوراتور كنأتيريهم ونفيداليزيهم و فوالا بعد لا مارك امبلوير كما علينا نبقاو في اتيري بالنسبه بوغ اتيري هذوك الناس كيما قلت لكم الماركتينغ ار اش كنديروه الماركتينغ ار اش هو الماركتينغ دو ريسورس هومان يعني حنا كنديرو في الماركتينغ في وسط لي ريسورس هومان علاش كنديروه كيما قلت لكم بوغ اتيري هادوك لي جون كي سون طالونتيو يعني اهم حاجه عندنا حنا هما نجيبو دوك الناس حيت يكونوا قلال و بوغ لي اتيري بعدا باش نجيبو معدنا كنمشيو هادي سي اون لونغ ايستوار يعني كنمشيو دوك الكابيني شاسور كنقول لهم شوفوا انا بغيت هذاك الشخص طالونتيو طن 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 داكشي علاش انا كنحاول ما امكن ندير لو ماركتينغ باش هذاك الشخص اللي طالونتيو بحال انا نعطيك مثال دابا حنا في الشركه ديال سوني حنا عندنا واحد اون بون ريبوتاسيون يعني مارك امبلويير اللي مزيانه كلشي مزيان وكاين واحد الشخص اكس داك الشخص اكس كان خدام شي شركه اخرى غيشوف ملي غيشوف حنا غيشوفنا حنا بلي ماركه سوني يعني عندها واحد الريبوتاسيون واعره وزعما زعما كيقول واو سوني ماشي بحال هو خدام عند شي شركه اش غنقول لكم شي شركه الكاتيل ولا شي حاجه المهم يعني غيقول سوني واو ما كرهش نخدم في سوني هو تلقى داك الشخص طالونتيو يعني داكشي علاش حنا كنديروا الماركتينغ في لي ريسورس هومان بوغ اتيري هادوك لي جون كي سون زعما كرياتيف وطالونتيو كيكونوا قلال ما علينا غندوزو دابا لغوتونيغ كومون غوتونيغ هادوك الاشخاص اللي كيكونوا معنا افيك لا جيستيون دي كارير اي لا ريمونيراسيون بالنسبه للجيستيون دي كارير يعني دوك الاشخاص اللي كيكونوا معنا كندير لهم دي فورماسيون فوالا نانانا وكنعطيهم دي ريمونيراسيون هادشي كامل غير باش نخليهم عندنا في الشريك يعني ما يهربوش لينا غنمشيو لديفلوبي كومون ديفلوبي هادوك لي كولابوراتور اللي عندنا افيك دي فورماسيون كندير لهم دي فورماسيون كوم سا الا داروا اون فورماسيون يقدروا زعما يترقاو يعني اون بروموسيون تكون انترن غير موس الشركه يعني هادا باش نديفلوبيهم يعني اون فوا يدير فورماسيون راه يقدر يترقى لبوست سوبيريور استغفر الله العظيم بالنسبه للموتيفي كيفاش غنموتيفيوهم غنديروا لهم اون فالوريزاسيون يعني نعطيهم اون فالور و لا ريمونيراسيون اوسي هنا باش نموتيفيوهم يعني الا ما كانش اون بون ريمونيراسيون راه ما غاديش يبقاو موتيفين والشركات تيحاولوا ما امكن ينوفيو في هادشي ديال الريمونيراسيون تيحاولوا ما امكن يطوروه ويديروا جديد باش يحاولوا يشدوا دوك الناس باغ اكزومبل تيعطيو دي بريم باغ اكزومبل تيعطيوك سفر هادي طنطن كوم سا تقول انت واو هاد الشركه راه زوينه فوالا عندها اون بون ريبوتاسيون وغاتولي ان بريسكريبتور ديما غاتمشي تشكر داك الشركه فاش عند الناس هاد الشركه الله يعمرها دا با 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 ولي كلشي ما كرهش يخدم معاه مالين اول حاجه دابا دوينا على جي اش وجي اش ماروك غنمشيو دابا كاينين دابا في جي اش كيفاش كنفرقوا بين لي ترونج داج دوك الناس لي جون والناس لي مويا المهم غندوي عليهم جيت في هنا نقول لكم داكشي اللي قالتنا البروف وكيما تجي تشيرشي تلقى حاجه اخرى مالين بالنسبه للبروف قالتنا بلي كاينين 3 générations, la génération Y, la génération X ou les baby boomers. Ni je نقلب لقيت بلي كاينه حتى une génération Z ولكن ما علينا نبقاو غير في هادشي. La génération Y, عندهم ما بين 18 ans حتى ل 30 ans. La génération X عندهم ما بين 30 ans حتى ل 45 ans.
les baby boomers عندهم plus de 45 ans. La génération Y, la génération Y اللي قلت لكم ما بين 18 و 30 عام, ce sont les jeunes. هذوك les jeunes, ils sont très informés, يعني عندهم une relation اللي كبيره مع لا مع مع لا تكنولوجي, يعني عندهم كيعرفوا التكنولوجيا, ولكن هذوك les jeunes عندهم un esprit critique, زعما كيبقاو يتشرطوا, ils sont très exigeants. بحال هذا اللي مالك نابو, بحال هذا اللي داك شي واحد زعما جون مع باقي من بين 18 30 عام كتقول له شوف حنا عندنا حنا الشركه ديالنا كاينه في حد السوالم, وانت كتبقى تسال في كازا كتقول لك حد السوالم بعيده عليا, كتبدا تشرط عليك فهمتيني. ماشي بحال لا جينيراسيون, وهاد اسمحوا لي, وهاد لا جينيراسيون ايدغ كيحطوا لا في بيرسونيل ديالهم اون بروميير بلان, يعني كيفضلوا لا في بيرسونيل ديالهم على لا في بروفيسيونيل, يعني كيحطوا حيت كيكونوا باقي جون باقي فهمتيني. مالينا بالنسبه لا جينيراسيون ايدغ, هادوك لا جينيراسيون ايدغ كيحاولوا يديروا ان اكيليبر بين لوغ في بيرسونيل و لوغ في بروفيسيونيل, يعني ماشي بحال الجينيراسيون ايدغ اللي كيفضلوا لا في ديالهم بيرسونيل. وهاد الجينيراسيون اكس ما بين 30 عام حتى 45 عام, سو سون لي بلو ميفيون اي لي موان اكزيجون, ما كيتشرطوش بزاف ماشي بحال الاخرين. هادو عزيز عليهم لا ستابيليتي لا كونتينيتي, هادو كتلقاهم بحال اللي شي مزوج عنده ولاد كيبغى ريبريما امكن يبقى ستابل وزعما يبقى معاك في الشركه. بالنسبه لي بيبي بومرز, بيبي بومرز ما بين 45 عام اي بلس, لا سمحوا لي ما بين فوق 45 عام اي بلس, يعني الفوق 45 46 حتى وانت غادي حتى لسن التقاعد. هادو سو سون لي بلو فيدل, ou qui est la vie professionnelle en premier plan, yani qui fait de la vie professionnelle elle a la vie personnelle. Les gens qui ont certaines j'ai un 45 ans تلقى صافي 12 شباب ديالو طنطن هادي, يعني كتلقى مرتبط بالخدمه ديالو كيكون في ديال اللي كنتهان. ما علينا دابا كيما قلنا دوينا على لي جينيراسيون, غنمشيو دابا كيما دابا كيفاش غنفرقوا بين دوك الناس, كيفاش غنفرق بين انت وانت وهذاك وانا. المهم كاينين دي نيفو باش نفرق بين هذا الشخص وهذا الشخص وهذا الشخص وهذا الشخص, كاينين دي نيفو اللي كيحددوا باللي انا احسن منك ولا انت احسن مني, باللي انا طالونتيو ولا انت بيرفورمون اي سيتير. اول نيفو اللي هو ديبيوتون, لو نيفو الاول ديبيوتون كيكون واحد الشخص عنده غير لو جوست لو سافوار, جوست لو سافوار بحال قلتي اون بيرسون بحالنا حنا تقريبا الناس اللي ما خدامين ما والو, يعني عندهم غير لو سافوار, يعني عندهم غير ديك لا فورماسيون انيسيال هي انهم قراو زعما عندهم ديبلوم. هادو لي ديبيوتون. بالنسبه للنيفو الثاني اللي موراه هو كاليفي عنده لو سافوار, يعني ديك لي فورماسيون انيسيال زائد لو سافوار فير. لو سافوار فير هو دوك لي براتيك بروفيسيونيل اللي دار زعما خدام طنطان شي حاجه بروفيسيونيل. نمشيو للنيفو الاخر اللي هو كومبيتون عنده لو سافوار فير و لو سافوار اتر. شنو هو لو سافوار اتر؟ هو ديك لا بيرسوناليتي و لو كومبورتمون ديال داك الشخص, يعني راه كتلعب دور كبير في لا بيرسوناليتي. يعني الا كنتي عندك اون بون بيرسوناليتي اون فورت بيرسوناليتي راه غيفضلك على واحد اخر ما عندوش بلا عنده غير لو سافوار فير. كاين نيفو لي موراه هو بيرفورمون, الشخص اللي يكون بيرفورمون عنده لو سافوار فير لو سافوار اتر لي بيرسوناليتي زائد اون فالور اجوتي. هذيك لا فالور اجوتي شنو هي؟ ديك لا فالور اجوتي بحال انت كتقول هذا الشخص شوف غتصنع ليا شنو, غتصنع ليا التليفون غتصنعو ليا في 10 ايام. شنو كيدير هذا الشخص؟ كيجي كيصنعو لك في 3 ايام ولا 4 ايام, يعني انت هو il va optimiser le temps et les moyens. par exemple تقول ليه كيما قلت لكم هادشي ديال التليفون, هو كيدير لك اكثر من داكشي اللي كتوقع نتايا, اكثر من داكشي اللي دوموندي شي ليه فوالا. وبالنسبه للنيفو الاخر اللي هو كيما قلت لكم talentueux, هذا الشخص il a tout ça, هادشي زعما عنده لو savoir, le savoir faire, le savoir être, la valeur ajoutée زائد la créativité, يعني هذا الشخص il est complet. هادو هما اللي كيقلبوا عليه لا بلوبار دي زونتربريز, و كيستعملوا لي كابيني شاسور باش يقلبوا لهم لهاد الاشخاص اللي هما طالونتيو كرياتيف. مالينا كنديروا كيما قلت لكم لو ماركتينغ اي اش كنديروا بور اتيري لي طالون. هاد الاشخاص هما اللي كيهمونا بزاف حنا, اما حنا راه ما عندنا ما نديروا بدي ماشين الناس اللي كيبقاو يتعاودوا. خاص تكون طالونتيو. مالينا نمشيو دابا
دوينا المارفجين ال اج دوينا النيفو لي جينيراسيون روبوتين جي اج غنمشيو دابا لو ريكروتمون دابا عرفنا الاشخاص فاش الترونش داج عرفنا لي نيفو ديالهم دابا غنمشيو لو ريكروتمون شنو هو لو ريكروتمون لو ريكروتمون هو التوظيف واحد الشخص تخدمو كيفاش زعما كيفاش يكون هادشي لو ريكروتمون كيكون مثلا تيجيو عندك بليزيور كانديدا tu vas choisir celui ou celle qui peuvent occuper un poste ou la plusieurs postes en même temps. Kain un recrutement li wa interne ou kain un recrutement li wa externe. Interne qui kon men wast charika. Externe qui kon men bra. بالنسبه للانترne يعني كتشوف دوك الناس اللي كيما قلت لكم عندكم الشركه كتقول لي شوف تخدم نرقيك في البوست فلان فلان. شنو هما لي زافونتاج ديال هاد الريكروتمون انترن؟ لي زافونتاج هو انه كيتقام على ترخيص و فاسيليتي دانتيغراسيون داك الشخص ديجا عارف الشركه ديالك ديجا عارف شنو كاين طنطن يعني ما غايجيش شي جديد عليه كما قلت لكم عاوتاني كما قلت لكم في الاول كوفابل يعني ما نخسروش عليه فلوس ماشي بحال اكسترن غنمشيو نخسرو فلوس مثلا باغ اكزومبل لا نابي كنعطيهم فلوس باش يجيبوا لنا شخص يخدم معانا يعني كما قلت لكم لي زافونتاج ديال الريكروتمون انترن ان كوفابل فاسيليتي دانتيغراسيون دريش انتجرا يعني سمحوا لي غنقاطع هذا الشيء يعني جبت نقول لكم جيراج الا جيت تشوف شي حاجه لوجيك صافي ما عندك ما تحفظ غير هذا الشيء كامل لوجيك فهمتوني يعني قلت لكم ان كوفابل فاسيليتي دانتيغراسيون موتيفاسيون دو بيرسونيل داك الشخص اللي هو فيدال ليك وخدام معاك في الشركه ديالك وكيتقاتل انت غتجي غتخوتي غدير لي اون بروموسيون طلعوا البوست واحد اخر غيفرح يعني وغيكون بلو موتيفي ماشي بحال اللي جبتي شي واحد من برا هو غيبدا يقول لا وعلاش لا وعلاش ماشي انا وانا زعما جو سو بلو فيدال وانا خدام معاه شحال هادي وما معيش شي مهم ما علينا وعاوتاني انا افونتاج واحد اخر هو لو غان دو طون يعني ما نضيعوش الوقت يعني دغيا ماشي بحال لا لابيت نقوم نتسناو حنا جبنا هذا تسناو امتى غندبروا على دوك الناس يعني داكشي غيكون بزربه غان دو طون يعني رابيديتي اي سان غون ريسك يعني حنا كنعرفوا داك الشخص كيداير ندوز معنا الخيبو الزوينه المهم علينا بالنسبه لي زانكونفينيون ديال هاد ريكروتمون انترن علاش خايبه هاد ريكروتمون انترن وسط الشركه il ne peut pas apporter de nouvelles compétences extérieures ما غيجيبش لنا واحد ما غيدخلش لنا واحد دماء جديده واحد نظره جديده يعني غنبقاو هذا الشيء اللي عندنا في الشركه غيبقاو يطلعوا يعني ما غنجيبوش شي وحدين من زعما عندهم واحد النظره جديده غنبقاو بنفس الشيء اللي عندنا وغيبقى عندنا نفس لي كونيسونس نفس لي سافوار فير ما يجيوش شي وحدين جداد او ملي غتغومبلاسي واحد السالاري ولا كولابوراتور من بلاصه لبلاصه ها انت طلعتيه من لو بوين اكس لو بوين واي لو بوين اكس يبقى خاوي دونك عاوتاني غيكون واحد البروسيسوس عاوتاني واحد اخر ديال الغوتريتمون يعني راه هي ما هي انت طلع واحد من ايطاج الاول لايطاج الثاني ايطاج الاول يبقى خاوي صافي خص تجيب واحد اخر هادي كتشكل من المشكله دابا سالينا من الانترن غنمشيو للاكسترن اكسترن يعني تنمشيو كنقلبوا على اشخاص من لا نابيت من لي زانونس لي سالون دو ريكروتمون لي كابيني دو ريكروتمون لو اي ريكروتمون اللي هو الكترونيك ريكروتمون يعني بار انترنيت لي راديو لي تي في لي جورنو يعني هادشي كنخسروا عليه الفلوس كنعيطوا للناس من برا زعما من برا الشركه كنخسروا عليه الفلوس شنو هما لي زافونتاج ديال هادشي اون فا ابورتي de nouvelles compétences, un nouveau regard, et on va aussi rajeunir la pyramide des âges. Et ni chez les gens qui ah bien sûr, je vais vous dire, وكل كلشي كيطبق داكشي زعما ما كاينش ان اسبري كريتيك تاع دوك اللي لي جون كيبقى عندهم واحد الاسبري كريتيك كيبقاو يتشاطوا عليه طنطن وهادي وكيبقى يقول لك علاش هادي يقدر يطور الشركه ديالو شنو هما لي زانكونفينيون ديال هاد ريكروتمون اكسترن ريكروتمون اكسترن كيكون افيك ان كو الفي يعني كنخسروا عليه فلوس كيما قلت لكم لا نابيك باغ اكزومبل كانديداتور نو كورسبون با توجور او بيزوين تقدر تكون انت باغي واحد البوست فلان فلاني تيجي عندك واحد شنو عندي انت ما باغيش هذا الشيء اصلا ولا كتلقى مثلا دوك الاشخاص زعما ما كيلائموش داك البوست ماشي بحال دوك الناس اللي خدامين مع الديجا الشريك
كيفاش تكون لا سيليكسيون دابا سالينا من اكسترن كيفاش تكون لا سيليكسيون دي كانديدا يعني في لو ريكروتمون كتدفع دي سي في ولا دي دي ليتر دو موتيفاسيون صافي كيكون ان تري اللي هو مانويل كيمشي داك ديريكتور ار اش كيدير كياخذ مثلا اون ديزان دو كانديدا كيدير لهم ان تري مانويل طن 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 كيهز دي سي في كيعيط لهم الو اجيو دوزو ان انتروتيان صافي كيجيو داك العشرة كيشوف لي كاباسيتي ديالهم انتيليكتويل و بسيكولوجيك و كيشوف زعما النيفو ديالهم كيدير واش سون ديك بيرسون لي هما ديبيتون كومبيتون بيرفورمون طالونجو اكسيتيرا اكسيتيرا و كيعزل داك الشخص لي لائمو في داك البوست لي هو عنده فوالا هادشي لي كاين في لو ريكروتمون معنينا ورا لو ريكروتمون شنو كيكون يعني نتا خدمتي En contrepartie, il y a une rémunération. Rémunération, il y a des choses qui te chassent. Tu as fait le travail, mais tu as fait le favor. Automatiquement, tu as fait le travail. Il y a des la rémunération. Ou il y a l'ensemble de la rémunération. Il y a des matériel, il y a des choses qui te chassent. Une contrepartie, il y a des La rémunération, je trouve qu'elle est motivée ou attirer le personnel ou les collaborateurs. Il a marqué le sien, je serai marqué de moi. Ou les entreprises, ils veillent au respect de la classe. Il y a dans les entreprises qui sont sauf le work. Pour même si tu comptes ça. plus motivé ou tu as mis la marque sur le work, je ne sais pas. Je ne sais pas sérieusement, je ne sais pas. مشيني كما قلت لكم قبيله بان لي زونتربريز كيحاولوا ما امكن ينوفيو في اون ماتيير دو ريمونيراسيون كيحاولوا ما امكن يجيبوا الجديد بور اتيري لي كولابوراتور ولا لي سالاري جداد بالنسبه لا ريمونيراسيون بالنسبه لي زوبجيكتيف ديال لا ريمونيراسيون بالنسبه للانتربريز سي بور فافوريزي لا موتيفاسيون دو سالاري يعني كو موتيفي améliorer la qualité du travail et créer un bon climat salarial. C'est les objectifs de l'entreprise. Elle est stressée. Machine. Ou je suis plus productif à aujourd'hui. Même pour les salariés, là qui est stressé pour satisfaire ses besoins, pour être stable. Il n'y a que les besoins les bras ou. Automatiquement, tu es stressé ou tu الا ما خلصتيش كل غيشري من عندك لي برودوي اللي كتبيع نتايا اوتوماتيكمون تخلصو ولا اخر كيخلص ولا اخر كيخلص وكتدور الدوره وكيشريو من عندك لي برودوي ديالك بالنسبه للريمونيراسيون كاين سميد والسمارد اللي هو سالير مينيموم انتر بروفيسيونيل غارونتي والسمارد اللي هو سالير مينيموم اغريكول غارونتي يعني الفو لو ريسبكتي يعني ما عندكش الحق انك تخلص قل من السميد ولا السمارد واش تكون اون ايغاليتي بين لوم اي لا فام يعني كلهم زعما يكونوا ايغو يعني ما تبقاش ما كاينش تفريقه بين لوم اي لا فام في الخلاص خصها تكون بالنسبه لي فورم دو ريمونيراسيون كيتقسموا لثلاثه كاين لو سالير او طون لو سالير او روندمون اي لو سالير ا بريم انا نقول لكم فيت في هذا الشيء وعاد غنتعمق فيه لو سالير او طون هو داك هو ان سالير فيكس انت كتخلص 5000 درهم غتبقى تخلص كل شهر 5000 درهم فيكس ما غتزاد ما غتنقص لو سالير او روندمون انت بعتي 10 البياسات غتخلص مثلا 4000 درهم بعتي 20 بياسه تخلص 8000 درهم يعني شحال ما بعتي شحال ما غتربح ما بعتي والو ما غتاخذ والو هذا السالير او روندمون سالير ا بريم هو اللي فيه لو سالير فيكس ولو سالير فاريابل يعني فيه هذاك 5000 درهم كتخلص شهر فيكس وفيه 4000 درهم يعني 4000 باغ اكزومبل 4000 درهم الا بعتي 10 بياس 8000 درهم الا بعتي 20 بياس يعني تيطلع ويهبط هذاك الفاريابل يعني هاد السالير بريم فيه لي دو ان سالير فيكس بلس دي بريم نزيدو ندويو عليه بزاف بالنسبه لو سالير اوطون اللي هو اللي قلتكم ان سالير لي فيكس يعني ما سوقناش لا برودكتيفيتي ديال الشخص وشحال من الكونتيتي ديال لي برودوي اللي باع حنا كنعرفو نخلصوه
دير 5000 درهم في الاخر شهر، سواء باع لنا 100 بياسه سواء باع لنا جوج. شنو هما لي زافونتاج ديال هاد الصالير اوطون؟ لو ترافايور تيحس بلا سيكوريتي، يعني تي عارف انه في الاخر ديال الشهر غدخل واحد 5000 درهم اللي غيعيش بها ويشري بها دوك لي بيزوان اللي محتاجهم. يعني ما يبقاش مستريسي وكيفكر واش بعت 10 البياسات ولا 20 بياسه ولا 5 البياسات، فهمتوني؟ تيحس بلا سيكوريتي. او لو كالكول فيه فاسيل، يعني صافي باينه حتى درتي تيدير لو كالكول يقول هاد الصالير 5000 درهم، هذا 5000، هذا 5000، هذا 5000، ماشي بحال داك الصالير او روندمون صالير بريم تقدو ولا دابا 10 بياسات، هذا عادي دابا عادي في الحساب شويه ما عندكش. مهم، وداك و الي ابليكاب ا تو لي امبلوا، يعني اي امبلوا تقدر دير فيه هاد الصالير اوطون. شنو هما لي ليميت ديالو ولا باش خايب هذا؟ ما il va il ne prend pas en compte les performances individuelles ديال الاشخاص. يعني انت كتشوف راسك تخدم وكتدمر والاخر راه كيتفرج ما كيدير والو وكتخلصوا بجوجكم نفس الثمن، شنو هذا؟ يعني ما غاتكونش موتيفي انت تقول كيخدم شي ما خدمش، واش فهمتوني؟ يعني سي بور سا لا بلوبار دي زونتربريز كيديروا دوك دي بريم باش الشخص يبغي يخدم، يبغي يتقاتل بالشوي، فهمتيني؟ كوم سا يطلع الصالير ديالو اي او ميم طون باش تكون اون برودكتيفيتي. ما علينا، نمشيو دابا لو سالير او روندمون. لو سالير او روندمون هو هذاك كيما قلت لكم سي لو ريزولتا دو سالاري، يعني شحال باع ديال لي بياس باغ اكزومبل، باع 10 صافي تخلص 4000 درهم، باع 20 غيخلص 8000 درهم. طلعت لكم في راسكم هادي. شنو هما لي زافونتاج ديال سالير او روندمون؟ يعني غتكون اون فليكسيبيليتي دي سالير، يعني فليكسيبل، يعني مره طالع مره هابط، مره الصالير زعما 2 مليون مره مليون، يعني كل ما خدمتي كل ما كان كثر. و لو سالير الى امبورطون سو تي موتيفون، يعني تات موتيفون انت تحاول تخدم كثر. ولكن شنو هما لي ليميت؟ شنو هما لي ديفو ديال هاد السالير اونمون الى تخلصتي غير زعما النوم دو بياس اللي بعتي؟ يعني غيكون il va provoquer un stress important les salariés ويقدر يؤدي لدي كونفلي بيناتهم، انت بعتي وانا ما بعتش، كيفاش هاد البلانات، فهمتوني؟ وما كتحسش براسك اون سيكوريتي، يعني ما كتقول ناري خصني هادي طن طن طن، ماشي بحال هاد الشيء كتقول صافي راه عندي 5000 درهم ديالي في السنه اللي تخدم وانت مستريس. ولكن كون ميم راه مزيانه لونتربريز، يعني كتخدم وانت مستريس، يعني خاصك تخدم باش 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 تضرب تاخذ فلوسك، زعما خاصك تكون كتستحقهم فعلا. او نمشيو للسالير الاخر اللي هو السالير ابريم، فيه دو بارتي، فيه الفيكس والفاريابل. الفيكس هي لكم باغ اكزومبل 5000 درهم فيكس كتاخذها في الاخر شهر، وفاريابل باغ اكزومبل سا ديبون على النومبر دو بياس اللي باغي. شنو هما لي زافونتاج ديالو؟ لي زافونتاج ديالو هو ان لو فيكس سيكوريز بوندون كو لو فاريابل موتيف، يعني كتخلص داكشي فيكس كتحس بلا سيكوريتي، او ميم طون tu vas être plus motivé باش تضرب على دوك لي بريم باش تخلص كثر. يعني غتحاول تخدم كثر باش تاخذ لي بريم. او لي ليميت ديالو شنو هو؟ لو كالكول ديال هاد لو سالير الي ان بو كومبلكس، والفرق بين لو سالير ديالي وديالك وديال الاخر كيقدر يؤدي كيما قلت لكم دي كونفلي بين des conflits ou la détention bin les salariés ou les collaborateurs qui doutent d'achim chi aide l'achim bla 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 ou flair sous les choses à ce qu'on a mais il n'a pas de la rémunération moi la rame sous la formation ou à chers demande de chérie quand mais j'irai pas demander de bénéficier de la formation initiale et j'abéra. يعني جاب عندك ليسانس مثلا في ليكونومي اي جيستيون غيبقى ديما حياته كامله، ولا بد انت كديريكتور ار اش خدام ديريكتور دي ريسورس هومان خص دير لهم دي فورماسيون كوم سا. الا كانت الا كانوا دي شانجمون تكنولوجيك جاو شي بي سي جداد، جات شي حاجه زعما شي حاجه جديده، يعني ولا بد خص دير لهم دي فورماسيون كوم سا يقدروا يخدموا بدوك لي ماشين باغ اكزومبل. ما علينا، دوك لي فورماسيون ولا مثلا دي نوفو زوتي دي نوفو ميثود دو برودكسيون شي لوجيسيال، يعني خصهم يخدموا به، ولا بد ما دير لهم اون فورماسيون
كوم سا يقدروا يخدموا بهم. شنو هما لي زوبجيكتيف ديال لونتربريز؟ يعني لي زوبجيكتيف ديالها ملي كدير هاد الفورماسيون باش لي كولابوراتور ولا لي سالاري يتادوبتاو لي نوفو زوتي ولا لي نوفو ميثود دو برودكسيون ولا شانجمون ايكونوميك اي سوسيو. اما لي زوبجيكتيف ديال السالاري سي بور سادابتي ا سون بوست اكطويل se préparer pour un poste de niveau supérieur comme شنو بغيت نقصد هنا بحال قلتي انت خدام فواحد لو بوست كما قلت لكم واحد بغيتي تطلع البوست جوج خاص دير اون فورماسيون باش تطلع البوست ترقى البوست الاخر اللي حسن منه و aussi بالنسبه لي زوبجيكتيف ديال السالاري ياخذ اون اوغمونطاسيون دو سالير يعني انت ترقيت من بوست لبوست سوبيريور اوتوماتيكمون غتاخذ ان سالير اللي هو سوبيريور كلتي تكنيسيان وليتي كادر كلتي تخلص مليون غتولي تخلص 2 مليون ان باغ اكزومبل يعني اون فوا غتكون عندك اون فوا غات اميليوري لا كومبيتونس ديالك غتكون عندك اون بوسيبيليتي دو بروموسيون. شنو هما لي مود دو فورماسيون؟ فورماسيون انيسيال كيما قلتلكم هي اللي كتكون عندكم جين diplôme de l'université par exemple, formation en alternance, qu'est-ce qu'on redame en même temps tu peux faire des formations sur le had ou le blil من السبع ل 9 هل تي هما تيقولك formation en alternance تلقى بزاف لي زيكول كيديروها وبنادم تيسحاب ليه داك الرا ماستر مانين. formation professionnelle continue هاد الفورماسيون elle est faite par l'entreprise باش les salariés adaptés avec les changements technologiques et économiques. Kifesh, d'abord un seul nom le mot, Ramshoul. Kifesh que tu connais la réalisation de la formation. La formation, tu peux t'acheter interne, tu peux t'acheter externe. Interne, l'entreprise elle-même met en place son action pédagogique, c'est-à-dire l'entreprise elle-même qui assure de la formation. Externe. L'entreprise elle fait appel à l'organisme qui est extérieur de la formation, DG ou moi qui ai de la formation. Et l'externe, il permet d'apporter un regard neuf, une nouvelle aux salariés de l'entreprise, permet d'échanger des idées entre salariés d'entreprises différentes. Les étapes de formation. يعني انت قبل ما دير اون فورماسيون tu dois identifier le besoin. تعرف شنو هو لو بوزوان اللي عندك قبل ما دير هاد لا فورماسيون. ما خاصكش دير دي فورماسيون اللي عشوائيه. راكم شوف لي الزام راه دوتني على فورماسيون وكنظن تقدروا تجاوبوا عليه دابا. اما الا 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 سمعتوا لهادشي شويه مزيان وحاولتوا ديروا دي ريغيرش با انترنيت معني يعني قبل ما ندير اون فورماسيون خصنا ايدونتيفيو لو بوزوان واش فعلا هاد لا فورماسيون ça vaut le coup ou là. Nous voyons les méthodes à employer, le budget nécessaire là de la formation, ou nous dirons un calendrier de la formation. Moi, je vais vous la réalisation de la formation. Si je ne sais pas ce que vous faites, je vais vous dire la réalisation de la formation. Ça fait qu'il y a l'exécution de la formation. Moi, je vais vous dire que vous faites la formation. كتكون واحد الحاجه اللي سميتها ليفالواسيون. يعني حنا بحال واحد الكونترول هاد ليفالواسيون كتشوف واش فعلا هاد لا فورماسيون يعني كانت افيكاس واش فعلا هاد لا فورماسيون يعني دوك لي زوبجيكتيف اللي كنا بغينا نرياليزيو واش فعلا زعما تستحق يعني واش رياليزات هادوك لي زوبجيكتيف اللي كنا باغيين فهمتيني. Désolé. L'évaluation. Et ça dépend. Quelle est une auto-évaluation? Le directeur lui-même. Quelle est l'évaluation de 360 degrés? Yani, tu vas être évalué par toutes les personnes qui influencent l'activité d'elle. Quel est l'entretien annuel?
يعني داك لونتروشيان انويل كيكون في الاخر ديال العام وقيله, وداك لونتروشيان انويل يعني في الاخر العام كيجيو كيديروا اون ايفالواسيون, كيشوفوك كيشوفوا لك ديك لا غري ديفالواسيون ديالك. ها واحد هذيك لا غري ديال ديفالواسيون كيكونوا فيها لي بيرفورمانس ديالك انديفيديوال وكوليكتيف والكومبورتمون ديالك و لي كونديسيون, زعما داكشي كامل اللي على الفيديو عليك كوم سا كيعرفوك زعما شكون انت كيداير فين وصلتي كيفاش. ما علينا, ملي كتكون هاد ليفالواسيون كتكون اول حاجه كيديروا هي كيتفقوا على لو جوغ لو ليو فين غادير هاد ليفالواسيون. الكولابوراتور ولا السالاري كيحاول يوضح لي بوين فور ديالو لي بوين فابل, يعني كيحاول يقول لي سوي ديالو واش بغا يدير اون فورماسيون وشنو هما لي زوبجيكتيف ديالو. بالنسبه للمانجر ولا الديريكتور ار اش يعني كيحاول يشوف لي ريزولطا ديال داك الشخص, يعني زعما شنو دار شحال باع شحال مثلا فهمتيني, وكيحاول ما امكن يدير دي زوبجيكتيف مع داك الكولابوراتور, يدير دي زوبجيكتيف هو وياه اللي غيحاولوا يوصلوا لهم او كور دو لان. موراها ملي كيديروا داك لي زوبجيكتيف اللي خصهم يوصلوا ليهم, ملي كيفيكسيو لي زوبجيكتيف ديالهم ولي سوي اتوندو, كيكون واحد لو سويفي كيتعمل وسط العام نتوما خدامين, كيكون واحد لو سويفي ديال دوك لي زوبجيكتيف, يعني كيبقاو يقول لك فين وصلت في لي زوبجيكتيف في هذه الطنطن, وكيكونوا خصهم يتفاليداو يعني اون كور داني, يعني كيبقاو بحال اللي كدير مع الديريكتور غير شحال تدير مع دي رونديفو, كتجي عنده مثلا كل شهر ولا كل 3 شهور ولا سا ديبون, كتجي عنده باش تشوفوا فين وصلتي في لي زوبجيكتيف اللي انت وياه محددينهم. معنينا دابا درنا ليفالواسيون لا فورماسيون ريكروتمون ريمونيراسيون, شنو باقي لينا؟ جي بي او سي. جي بي او سي بالنسبه للجي بي او سي اللي هو لا جيستيون بريفيزيونيل des emplois et compétences, هو واحد الحاجة يعني حنا كنشوفو بعيد, كتكون عندنا اون فيزيون لو فوتور, كنحاولو ما امكن ما نطيحوش في مشاكل. بالنسبة للجي بي او سي اللي بو ابليكي يعني في المغرب, لو جي بي او سي الى عقلتو على داك لو كابالتيمو ولا داك اللي طالع تحط في الامتحان, كنحاولو بالجي بي او سي نيفيتيو لو سوز افكتيف اي لو سور افكتيف, كنحاولو نيفيتيو دوك الناس اللي غيمشيو نرومبلاسيهم بشي وحدين, ولا نحاولو نيفيتيو الناس اللي تشارع علينا ليسونسي وحدين فهمتيني. شنو هما لي زوبجيكتيف ديال جي بي او سي؟ سي ديدونتيفي لي امبلوا اي ميتيي دو لونتربريز اي ريسونسي لي ريسورس ديسپونيبل دون شاك ميتيي, يعني جي بي او سي عندو دي زوتي بحال on doit connaître l'effectif اللي عندنا et identifier دوك لي بوست اللي غنسوبريميوهم و دوك لي بوست اللي غنزيدوهم و élaboration du plan d'action GRH, ندير le plan d'action. بالنسبه للجي بي او سي كيكونوا فيه 4 ميسيون, l'anticipation, la prévention d'effectifs, la gestion facile des conséquences, la transmission des compétences. لونتيسيباسيون يعني خصنا نتوقعو داكشي اللي غيوقع في المستقبل, يعني كنشوفو واش حنا فين كاينين واش بحال لو كابالتيم. لا بريفونسيون ديفيكتيف يعني نشوفو واش اللي عندنا ان سو افيكتيف ولا سو افيكتيف. لا جيستيون فاسيل دي كونسيكونس يعني كنشوفو ديك لا بيراميد دي زاج, زعما دوك الناس شحال عندهم من عام, امتى غيمشيو, امتى غيجي وقت التقاعد. اي لا ترانسميسيون دي كومبيتونس يعني دوك ترانسميسيون دي كومبيتونس, هادوك الناس اللي غيمشيو فحالهم قبل ما يمشيو فحالهم خصهم يديروا اون باساسيون دانفورماسيون, يعني الي اوبليغاتوار هادوك الناس قبل ما يمشيو فحالهم خصهم داك كاع ديك الخبره اللي عندهم يعطيوها لدوك الناس الجداد, سوا فاس ا فاس قبل ما يمشي فحالو كيقول لك انا مثلا قبل ما يمشي فحالو كتقول ليه شوف عطاني 3 شهور غيجيو دوك لي نوفو روتخو
غدير لا ترانسميسيون دي كومبيتونس ولا لا باسيسيون دي انفورماسيون ولا سينون كيخلي داك الشيء في لو سيستيم انفورماتيك كيخلي كاع داك الخبره ديالو داك الشيء في لو سيستيم انفورماتيك كيجي داك الشخص اللي هو جديد كيقرا داك الشيء كيحاول فهمتيني كيلقى داك الشيء واجد فهمتيني. بالنسبة للجي بي سي كاين واحد الدوارة فيها بلين دو تشيك الت بلين يعني بلين هي الأولى دو هي الثانية تشيك هي الثالثة الت هي الرابعة. مهم بلين زعما تبلاني دو هي دير تشيك يعني غتحقق و الت يعني tu vas agir. مهم بلا ما تخرب قراصتهم بعد التخربيقة. مهم نمشيو للديفلوبمون ديال لي ريسورس هومان كينقسم جوج لجيستيون ديال كارير و ديفلوبمون دي كومبيتونس. بالنسبة لجيستيون ديال كارير و بحال قلتي نحاولو نشوفو لي بوزوان فيتور ديال بحال فورماسيون اون فيز ا بريباري لي زومبلوي ولا الكولابوراتور aux besoins présents et futurs de l'organisation. Il y a quatre pratiques, le recrutement, l'intégration, la formation, l'évaluation et la mobilité et le reclassement. Une gestion des carrières, elle vise à préparer l'employé aux besoins présents de l'hader et futur de l'organisation. Le pratique dialo zama le recrutement, on va recruter, l'intégration, intégrer des salariés, la formation, moi la formation, on dirait une évaluation, moi la mobilité, on dirait le reclassement. Ou بالنسبه le développement des compétences. Il comprend la formation et le perfectionnement du personnel. Il permet d'améliorer le taux de productivité, de mieux intégrer la technologie, d'enrichir les connaissances des employés et les préparer au changement. و تبارك الله عليكم. بالنسبه لهادشي اللي شرحت لكم راه زعما شغنقول لكم الله اعلم، نقدر نقول لكم 99% صحيح و 1% خطا، يعني انا غير انسان بحالي بحالكم. وسيروا الله يسهل على الجميع والله ينجح الجميع، وخدموا خدموا 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 ان شاء الله يكون على خير ان شاء الله.